دعني أبدأ في هذا المشهد الذي نراه الآن. نحن انتقلنا من باب السلسلة إلى هنا باب القطانين، ترون هذا القرآن الكريم يرفع الآن أمام مدخل سوق القطانين المفضي إلى المسجد الأقصى المبارك. حضر إلى هنا الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، رفع هذا القرآن في وجه المستوطنين الذين يؤدون الصلوات أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم. وربما هذا المشهد فقط يؤكد على مدى الامتعاض في بين المقدسيين والفلسطينيين من المشاهد التي رأيناها صباح اليوم. منذ صباح هذا اليوم يؤدي المستوطنون طقوسا تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، بينما يجتمع المسلمون على كل أبواب المسجد الأقصى من أجل أن يدخلوا لأداء الصلاة دون أن يسمح لهم. فقط قبل ربع ساعة من الآن بدأت تسمح قوات الاحتلال للمصلين المسلمين بالدخول قبيل صلاة الظهر وبعد انتهاء الفترة المخصصة لاقتحامات المستوطنين التي انتهت قبل 10 دقائق من الآن. ترون هذا المشهد، فلسطيني وحيد يقف بين هذه المجموعة من المستوطنين يرفع القرآن الكريم في وجههم، في وجه الصلوات والطقوس التلمودية التي يؤدوها الآن أمام باب مدخل سوق القطانين المفضي إلى المسجد الأقصى المبارك. نرى الآن توافد أكبر لعناصر من قوات الاحتلال تصل إلى هنا، ربما تخوف من أي تصعيد قد يجري في هذا المكان. هذا هو إذن محمد أبو الحمص يحمل القرآن الكريم ويرفعه في وجه المستوطنين الذين هم أيضا يعني يزيدون من صلواتهم وتأدية هذه الصلوات، بينما تغلق قوات الاحتلال مدخل باب القطانين ولا تسمح، أو مدخل سوق القطانين ولا تسمح لأي من المتواجدين هنا بالدخول إلى سوق القطانين، ربما لمنع مواجهات أو ما شابه. على أي حال هذه المشاهد بالفعل منذ صباح هذا اليوم تثير امتعاض المقدسيين. كان اليوم منع جارف كامل على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى. رأينا أيضا عدة اعتقالات لفلسطينيين هنا.